انا نطلب حاجه واحده. اليوم احنا في معركه والجمهور يلزم يكون محايد، يبعد يسيبني انا، خليني نخدم على روحي. جمهور مقلق؟ لا، اليوم الجمهور ما يلزمش يعمل ضغط، على خاطر اليوم راهو الضغط عليا انا، انا عندي ضغط من تونس كامله والناس تضرب فيا الكل. يخليني انا جمعيه موجود فيها، انا جيت روحت لتونس باش نعيش في البلاد، ما نحشم انا، ما عندي ما نجمش قبل كلوبيست في الشارع وانا عامل عمله، معناها رد بالك انا راني كل يوم في الشارع حتى هنا عندكم انتم تصوير ادري شنو، فما معناها احنا الناس نضاف ولاد عائله، معناها راهو نطمنوا على الجمعيه، ولكن ما تخليش الناس تستعملهم ضدي انا. انا عملت جبهه الانقاذ لو 2 افريل، جاتني الضربه هذه بعد منها هكا طالع يطيحك، ولو انا مانيش موافق عربت نرجع نحكيو فيه.